والرسالة الثانية اللي أريد أوصلها للبنات، أتعلمي أتعلمي شلون تسوين كل شيء، أي شيء أنت محتاجته حاولي تسوي أول، وإذا ما عرفتي لا تروحين تصيحين أحد يسوي لك إياه، وإنما روحي صيحي أحد يراويك شلون يتسوى، وأكو فرق كلش كبير حتى تقدرين تعتمدين على نفسك، لأنه حيجي يوم من الأيام ما حد حيفيدك غير نفسك بس، والاعتماد راح يكون على النفس بس، ماكو حد دايم الأحد، وماكو حال يبقى مثل ما هو، ما تدرين شنو ممكن يصير بالحياة يحطك بموقف أنه أنت لازم تأخذين بقرار، أو يحطك بموقف أنه أنت لازم تحللين مشكلة ولازم تطلعين منها. تحياتي للبنات اللي دي يسموني وللولد، سووا لايك.